اليوم كوفي ما في موجودين في كوفي لاب، اللاب التجربة هاي راح تلاقوا the finest most constant coffee، لأنه بيطبعوا عندهم the highest standards لما يعملوا الكوفي كاب. كوفي لاب أو مختبرات القهوة يعني موجودة برضو بالشارع اللي فيه المختبرات اللي هي منطقة الخالدي. راح تشوفوا the most cozy place، ألوان المحل كتير مريحة للعين، وحسب شو حالتك اليومية بس بتوصل عند الباريستا في ذا كوفي لاب هم بيوصفوا لك ايش الدرينك اللي بيناسبك. الفكرة وثيم المحل اللي هو الميديكال بلس كوفي، اند بياخدوها بدقة وبعناية يعملوا لك كل كاب اوف كوفي زي المختبرات بالضبط. وطلبنا الاسبريسو عشان نشوف النوتس تبعتها. They use the espresso blend. It's fine, balanced. ما فيها المرارة. Okay. It's a smooth espresso shot. We can see on the latte art, which is one of the standards اللي موجودة هون في كوفي لاب. بتطلب الموضوع حرفة مشان تطلع ال sweetness تبعت اللاتي. The coffee they're using, the espresso, it's very smooth and it's a very well balanced cup. هي أول مرة بجرب الإلي كوفي بالدريبر بالـ V60. So we're gonna try it. You can definitely taste the chocolatey notes. The V60 جربنا الغواتيمالان كوفي. في عندهم التيراميسو. اللي لفت نظري بهالدرينك ما بيستعملوا الفليفرز اللي كتير سويت. They build it up from scratch. بحطوا الانجريدينتس لحد ما يطلع الدرينك هذا. والبسكت تاتش اللي فوق هاي كتير حلوة. So بيستعملوا عندهم البيبر ستروز، وهاي هاي مبادرة لازم كل الكوفي هاوسز يبلشوا فيها. يعني it's safer for the environment مشان الاستدامة. It's amazing. It's so delicious, you can taste the ingredients. كوفي لاب بيستعملوا إلي كوفي. إلي كوفي it's an Italian brand and it's one of the best coffees. They assure حتى بالباكينج تبعهم they assure الفريشنس بضل زي ما هي عشان وزعوها حوالين العالم ويحافظوا على الفريشنس والأروما والنوتس تبعت الكوفي. We chose إلي because إلي serves the highest standard. It's always consistent. The cup of إلي you would have here is the same cup of إلي you'd have around the world. And this is the إلي guarantee. The coffee beans arrive, you open the barrel and it's just like they were just freshly roasted. We fresh grind our beans. We use the single origin Guatemala Illy because of the chocolatey notes, because of a darker roast that fits the customers that we have. قاعدة كتير كوزي inside و outside الترس في برضو smoking area. في برضو محل لل special needs بيقدروا يستعملوها. It's a pet friendly place. فكمان visit the coffee lab.